يعني بشكل جيد بالنسبة لأتلانتا، لكن الكرة ملعوبة هذه خطيرة خطيرة في الجول في الجول في الجول يا زادة، 1-0. لا لا لا، الراية الراية يا هويلاند كانت ملعوبة بشكل رائع، لكن الراية تمنع. سكالفيني سكالفيني هو القادم بينما الكرة خطيرة في الجول في الشباك في الشباك يا سادة في الشباك. لوكمان يستلم الكرة من بعيد ويسجل الجول الثاني لفريق أتلانتا، الثاني يأتي لفرقة النيراتزوري. بهذه الطريقة انطلق إيدرسون بنفس السيناريو بنفس الطريقة، كله خلف المدافعين على طول على طول. هنا إيدرسون مر وحط الكرة وهنا أكملها في الشباك.